جبل طويق يعد من أشهر المرتفعات الجبلية في وسط شبه الجزيرة العربية، وبعض مكوناته يصل عمرها إلى 170 مليون سنة. هذه تكوينات هي مصدر للنفط، وتنكشف صخور جبل حافة نهاية العالم لمسافة 1200 كيلومتر. كما أن جبل طويق هي عبارة عن سلسلة من الجبال تقطعها أودية وتغطي أجزاء منها كثبانا رملية، ولها واجهة مقابلة من الغرب تعرف بنهاية العالم أو المطل. ومن أبرز هذه الوديان بحيرة أم شقوق الواقعة أمام جبل نهاية العالم، ووضعت الجهات المعنية حدودا خرسانية لكي تجعلها محمية طبيعية من أجل الطيور المهاجرة والأزهار البرية المتنوعة. لقد تكونت بحيرات في قلب الصحراء ورمال قد تتحول إلى تربة طينية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.